مساء الخير مشاهدينا، مساء الأنوار، مساء المحبة، مساء العطف والمودة. اليوم احنا نطل عليكم مثل ما عودناكم عبر شاشة قناة مجان الفضائية، برنامج ليالي مجان من مسقط جراند مول. مثل ما عودناكم معنا الكثير من الضيوف وكثير من الفقرات، لكن قبل لا رح نبدأ أحب أرحب بزميلتي لور جسار. أهلين جو لور. مساء الخير هيام، ومساء الخير أكيد لك اللي عم بيتابعونا اليوم عبر قناة مجان. هيك ملاحظة صغيرة مع بداية الحلقة لليوم، لابسين أزرق، يعني اليوم ما بعرف لون الأزرق بيقولوا كرمال عن العين الحسد والحسد، وحتى ضيوفنا بعد شوي رح تلاحظوا مشاهدينا الكرام أنه كمان لابسين أزرق. يبدو أنه الحساد كتار لقناة مجان، اللي أكيد متمنى لها كل الاستمرارية والتوفيق، وضمن ليالي مجان بأمسي جديدة اليوم الأول من الأسبوع الثاني لشهر رمضان. مواضيع كتير، ضيوف أيضا مميزين بعد شوي رح يكونوا معنا من القطاع الإعلامي، رح نعرف ونتعرف عليهم أكثر وأكثر. ولكن اسمحوا لنا ننتقل عن زميلنا سليمان المتواجد بالجراند مول. يلا يا سليمان، شو عندك الليلة؟ تفضل. مساء الخير لور جسار، ومساء الخير أيضا لهيام الجابرية، ومساء آخر طبعا لمخرجنا المبدع بدر المعشري. مساء الخير أيضا لمتابعينا الأعزاء، فدائما نقول للمساء جمال وللمساء أمنيات، فإذا كنا نتكلم عن الجمال فهم أنتم متابعينا الأعزاء، أما بالنسبة للأمنيات فهو أن تبقوا دائما هكذا مخلصين لقناة مجان الفضائية ولمتابعتكم الدائمة ليالي مجان ثلاثة. اليوم تواصلنا إن شاء الله سيكون من جديد من هنا من الجراند مول، اللي نتمنى بكل تأكيد أن نقدم أيضا حلقة جدا جميلة ورائعة. مثل ما تعودنا ضيوفنا موجودين هناك مع لور جسار ومع هيام الجابرية، أما أنا سيكون معي متواصل أنتم متابعين الأعزاء على رقم الواتساب، بالإضافة إلى ضيوفنا اللي بيكونوا هم زوار الجراند مول. بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، ها هو رمضان فرصة للتغيير، وفرصة لا نملك مثلها كثيرا، وهي نقطة انطلاقة ربما تفتح مشروعا تجاريا مع الله سبحانه وتعالى، سببه دعوة صادقة، أو ربما تفتح أبواب قلبك المغلقة نحو فضاءات الإيمان بسبب دمعة صادقة في جوف ليل. هناك في رمضان نحتاج فقط لقرار للتغيير، نحتاج لتوجيه، فليكن رمضان مكان أو انطلاقة للتغيير من أعمالنا التي لا نحبها، أن تكون هنا انطلاقتها شهر رمضان. فالعادات السيئة اليوم هي موضوع حلقتنا، فهل رمضان سيكون انطلاقة لتغييرها إلى عادات إيجابية؟ خلونا اليوم نناقش موضوعنا هذا مع زوارنا اللي موجودين هنا في الجراند مول، وأيضا مع رسائل الواتساب، اللي أتمنى إنكم كذا تكثروا رسائلكم على الواتساب وخليكم تابعينا. اليوم بكل تأكيد عندنا الكثير نقدم لكم، وجوائزنا أكيد حاضرة لزوارنا اللي موجودين معانا مقدمة من جراند مول. والحين نرجع للاستوديو ومع ضيوفنا اللي موجودين في أول لقاء موجود معانا، وأكيد معاهم هناك في الاستوديو زميلتين رائعتين لور جسار وهيام الجابرية. فعودة للاستوديو بعد هذا الفاصل القصير. نجوم الرياضة، كتاب، صحفيين، مبدعين ومبادرات شبابية، هدايا وجوائز، لقاءات مع ضيوف الجراند مول للسنة الثانية على التوالي في الإطلالة الثالثة لبرنامجكم ليالي مجان. كل ما عليكم أنكم تحضروا ويانا وتستمتعوا في برنامجنا طيلة شهر رمضان الفضيل من جراند مول على قناة مجان الفضائية. Thank you.
رجعنا معكم، أحلى مساء ومن القلب لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عبر ليالي مجان بالنسخة الثالثة. وخلونا نرحب سوا بضيوفنا لليلة اللي هن من المجال الإعلامي، ومثل ما قلت لكم قبل شوي حتى اليوم في تناسق بالألوان، يعني مش بس بالأفكار كمان بالألوان. من المجال الإعلامي رح أبتدي مع أول ضيف معي، بيهتم بكتير من الأمور ومنها أنه يهتم بقضية معينة وهي شبابية، وأيضا بتغطية الأنشطة، وكمان الاهتمام بروح الإنجازات. هو مدرس لغة إنجليزية، وبالصدفة وأثناء عمله كمراسل بولاية آدم وقع الاختيار عليه، لكن الطموح كان أكبر بكتير. قدم مجموعة تقارير منها رياضية وانخرط بالعمل الإذاعي والتلفزيوني. كيف رح يشوف ورح يخبرنا اليوم خلفان العاصمة ويؤكد على الإعلام؟ هل هو مفتوح؟ هل الإعلام سقف اليوم؟ خلوني رحب فيه وقال له مساء الخير خلفان العاصمي، كل عام وانت بخير. مساء النور لور، ومساء النور ايضا لكل متابعي ومشاهدي قناة مجان، وكل عام وانت بخير، وايضا كل عام وكل المشاهدين بألف خير وعافية ان شاء الله. وايضا احيي هيام، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير، وما علي بحرق عليكم الضيف، ورحب بمحمود زميلي ايضا حياك معنا. أكيد أهلا وسهلا فيكم الليلة. وضيفنا الثاني أيضا من المجال الإعلامي ولكن بالعربي وبالإنجليزي الاثنين سوا، معد للأخبار. خلوني أرحب أنا وأنتو بمحمود البلوشي ونتعرف عليه أكثر وأكثر. مساء الخير محمود. أهلا وسهلا بك أستاذ لور، وأهلا أيضا بالأخت هيام، ومساء الخير للمشاهدين جميعا، ونقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد رمضان على الجميع بالخير والصحة والسعادة. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا الليلة. كيف كان الإفطار؟ الحمد لله تمام، يعني زين. احنا اليوم في اليوم الثامن من رمضان، يعني دخلنا على الاسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك. الحمد لله يعني الافطار كثير رائع، يعني خاصة انه الواحد يفطر وفي باله شغلة معينة، يعني انه راح يكون ضيف على قناة مجان وبرنامج ليالي مجان. يعني كان الهاجس كثير موجود وقت الافطار حتى. يعني محمود والله استاذ لور، هو يمكن رمضان اصبح رمضان الاكل في كثير من الاحيان، فلذلك هذا ما يفسر احيانا بالبدانه لدى اغلب يعني شباب المجتمع. لكن بشكل عام يعني رمضان معروف انه رمضان خير، رمضان الزيارات، رمضان ايضا العباده، فاجواء رمضان لا تتكرر في باقي اشهر السنه، فلذلك اتصور الكل مستمتع وسعيد. أهلا وسهلا خلفان. يعني إحنا نعرفك من البرامج التربوية أكثر شيء، يمكن قدمت كثير من البرامج التربوية، وحاليا مع خيمة الشباب مرة في الأسبوع. يعني برنامج خيمة الشباب طيلة شهر رمضان، عاجبك يعني أنه مرة في الأسبوع يا خلفان، ولا تحس أنه إجازة؟ طبعا هو أنه أصلا حضوري ببرنامج خيمة الشباب هي قصة يمكن بدأت في ليلة رمضان، ما كان اسمي مدروج أصلا في الخارطة، لكن عملت برنامج يوم الخميس اللي كان ثاني رمضان على إذاعة الشباب. عادة أنا برامجي كلها بالإذاعة العامة، لكن عملت برنامج يوم الخميس خاص بنتائج الثاني عشر اللي هم طلب الدبلوم التعليم العام، فصار أنه إذاعة الشباب حابة تعمل حلقات فيها الجانب التعليمي أكثر ولقاءات مع مؤسسات تعليمية، فاقترحوا اسمي أني أنا أكون حاضر في حلقة الاثنين على أساس هالفترة فترة تسجيل بالنسبة لطلاب الثاني عشر، ومحتاجين إلى تعريف أكثر بمؤسسات التعليم العالي عشان توضح خياراتهم بالنسبة لدراستهم للعام القادم. وبالتالي جات الفكرة أني أنا أكون إلي حضور كل اثنين بخيمة الشباب لحد نهاية الشهر إن شاء الله. وإيش نوعية الفقرة اللي تقدمها؟ يعني تسأل أسئلة أو تعطي معلومات عن التعليم العالي؟ لا، هي حلقة كاملة مدتها ساعتين من 9 إلى 11. طبعا ضيوفنا متنوعين، يمكن هالأسبوع كان يتزامن معرض مؤسسات التعليم العالي، عندنا ضيوف أيضا من جامعة السلطان قابوس وبعض الكليات والجامعات الخاصة بالسلطنة ومركز القبول الموحد، بالإضافة إلى الفقرات الثابتة. يعني البرنامج يبث مباشر من مسقط سيتي سنتر، وأيضا في ربط بينه وبين القرم سيتي سنتر، والبرنامج قد يكون شبيه ببرنامج ليالي مجان. جميل.
محمود بالنسبة لك مساء الخير كان برنامج على القناة الثانية، غبت عنه فترة وطليت وغبت وطليت، شو القصة شو الموضوع وين اختفى؟ اختفى محمود. هو برنامج مساء الخير كان برنامج جميل، لكن يعني دائما أحدث نفسي في أي لقاء أو كذا لما نجلس جلسة إعلامية دائما نسأل عن مساء الخير، فمساء الخير أتصور هي فترة خلاص هو انطوت، لأنه آخر ظهور في البرنامج كان مع بداية تقريبا 2012، كنت في إعداد وتقديم البرنامج من 2006 وكان على القناة الثانية أيام زمان، فبالتالي هذه صفحة لربما خلاص الآن أصبح البرنامج من يصنف من ضمن البرامج القديمة، ولكن الحضور يعني مسجل بشكل دائم سواء في الإذاعة من خلال النشرات الإخبارية والترجمة والتحرير. لا ما عطيتني جواب، يعني شو سبب الاختفاء؟ كان نقاهة، تغيير جو، الابتعاد شوي؟ اختفى كاسم، لكن طبعا البديل موجود، احنا شاهدنا يعني هنا عمان وعمان اليوم والان صباح ومساء كلها على نفس الشكل وتؤدي نفس الدور، وان كانت مع زملاء اخرين. انت وين يعني محمود البلوشي وين؟ انا موجود، يعني لربما بدلت البرنامج ورحت الى برنامج اخر، كنت في الفتره الماضيه في اعداد قضيه اليوم، كانت كل ما يتعلق بقضية اليوم المعروفة والتي تبث على القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان. نعم. كنت الحمد لله يعني أوليت ثقة في أني أتحمل يعني الجزء الأكبر من قضية اليوم من ناحية الإعداد والتنسيق واختيار القضايا، وهذه كانت يعني أتمنى أني وفقت فيها لأنها تظل أمانة خاصة عندما نناقش قضايا. كان يفترض أني أقدم القضية، وبالتالي لربما أنتوا تسجلوا الحضور من خلال الشاشة، لكن أنا اكتفيت بالإعداد بحكم أن الأعمال اللي رافقت القضية. شكلك أنت اللي اكتفيت ولا هن اللي اكتفوا؟ لا بالعكس والله، هو الاكتفاء في الإعلام لا حدود له، يعني أن الإنسان يحب يعطي وينتج دائما، لكن سواء في الإعداد أو في التقديم تظل أنت منتج. وكتر ما بتحب وكتر ما منك أنت مغرم بهيدا المجال رح تنتقل عرفت لبرا. أسئلة قوية؟ لا مستفزين. وطالما لا والله ما عم بستفزك، أنا عم جرب يعني وصل الجمهور مع محمود البلوشي وين اليوم شو عم بحضر، بس برضو ناطرة جواب على السؤال، هل هناك عمل خارج أرض السلطنة رح تنتقل؟ هو طالما بدر معاكم وفي الإربيس شغال فمعناته كل الأسرار. يعني عموما هي يعني ليست مسألة انتقال، احنا طالما انه نعمل يد واحدة لتحقيق مصلحة واحدة وهي مصلحة هذا الوطن الغالي وجلالة السلطان، ففي أي مكان يعني تواجدنا فيه فنحن موجودين ونخدم بعضنا بعض، وبالعكس يعني الإعلام هذا يعني ننهل منه بشكل مستمر، وإن شاء الله هذا النبع لن ينضب ونحن موجودين، يعني وإن تغيرت الأسماء أو تبدلت المواقع لكن نحن عموما في وطن واحد. أستاذ خلفان، أنت كثير يعني حاليا اللي يسمعوا الراديو أكثر شيء يسمعوا على موجة الأف أم، وموجة الأي أم يعني يمكن مش كثير لها متابعين، يعني فهل حسيت يعني أنه في انتقاص من يعني اسم خلفان لأنك رحت على الأي أم، أو هل تحس أن أنت قاعد تخدم شريحة كافية من المجتمع؟ في البداية يعني خلينا نوضح أنه الأف أم ربما إذا إحنا نصنفها على المستوى المحلي هي المسموعة الأكثر، لكن هي في الآخر تبقى موجة محلية الأف أم، لكن الأي أم هي الموجة العالمية أو التردد العالمي للإذاعة. بالعكس الإذاعة العامة لما تبث على الأي أم يعني هذا مش انتقاص، يعني هذه ميزة أنك ممكن تسمعيني في أي دولة أخرى خارج أرض الوطن على موجة الأي أم. أو بس المواضيع اللي تعرضها أكثر شيء محلية يمكن، يعني عن نتائج وعن التعليم في السلطنة، يعني معظم المواضيع يمكن تختص بالسلطنة ما لها دخل في الناس اللي ساكنين خارج السلطنة. لا هي إذاعة، هي إذاعة وإلها خارطة برامج متكاملة، يمكن الجانب التنموي فيها يعني بنسبة معينة، لكن هي إذاعة منوعة، إذاعة حال الإذاعات العامة الأخرى، وإلها دورات برامجية كل ثلاثة أشهر دورات برامجية للمناسبات. المواضيع اللي عم تطرح بإذاعة الأي أم
هي مواضيع يعني بتخص المجتمع العماني أكثر منه المجتمع العربي، لأنها إذاعة سلطنة عمان في البداية، وأيضا فيها الطابع العربي وفيها الطابع العالمي أول شيء من خلال الفترات الإخبارية، فترة يعني في اليوم عندنا فترتين إخباريات، كل فترة إخبارية مدتها ساعة كاملة، فهذه تهتم بالشأن العالمي والشأن العربي. أيضا عندنا البرامج، في عندنا مثلا البرامج ما ممكن نقيسها على مجتمع معين. برامجك عندنا أنت خلفان، برامجك أنت يعني هل هي يعني تخدم الناس اللي خارج السلطنة ولا ممكن تخدم؟ مثلا أنا عندي برنامجين عندي على الإذاعة العامة، عندي برنامج مع الشباب كل خميس من 8 إلى 9، وطبعا المواضيع اللي أطرحها هي قضايا شبابية قد تتشابه مثلا وقد يكون لها خصوصية في المجتمع العماني، لكن معظمها تتشابه ما بين عمان ما بين الخليج ما بين الدول العربية على أقرب مثال، يعني فهي مواضيع تتشابه، لكن في رحاب المساء قد يكون برنامج تنموي لكن أيضا يتابع الشأن العماني في الخارج، يعني الشأن العماني والحضور في الخارج. أنا حابة أعرف منك، أنا ما عم بحكي عن مضمون البرنامج أو مادة البرنامج شو هي كمضمون وكمادة، أنا بدي أعرف من خلفان العاصمي هل هو مرتاح أنه بقناة أي أم، مع العلم أنه جمهور الأف أم كبير وجمهور الأي أم قليل، هذا بصريح العبارة، ليش لحتى نخفي هذا الشيء؟ أنا بخبرك شيء لور، بالنسبة لجمهور الأف أم منهم يعني ربما هي شريحة معينة، قد تكون الشباب او قد تكون انت عم تستهدف الشباب. انا استهدف برنامجك اسمه مع الشباب. طيب انا استهدف الشباب لكن الشباب ايضا يسمعوا للاي ام، احنا الاذاعه العامه كلهم استاذ خلفان ما كلهم، لا الاذاعه العامه لها تردد على الاف ام، الاذاعه العامه ترددها على الاف ام 94.4 على الاف ام. تعمل اعلان هلا، اعمل اعلان، اعمل اعلان وهي موجوده، والان ايضا الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون جالسه تتوسع في 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 موجات الاف ام، افتتحوا مؤخرا في بركه في صحم الان فقريات، وراح وحتى انا كنت في حوار مع مدير القطاع التنفيذي مدير القطاع السمعي بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، وذكر انه راح وذكرت له النقطه انه الان ربما الناس تستسهل تسمع الاف ام لانها مبرمجه في السيارة، يعني أنت تعترف مباشرة على الهواء أنه جمهور الأف أم أكثر من جمهور الأي أم. لكن أنا بخبرك شيء لور، شو المقياس؟ أنا مثلا ردود الفعل لبرامجي، يعني أنا أحصل صدى وأحصل ردود فعل من الناس والناس جالسة تسمع، يعني مثلا أنا عندي سواء بصفحات التواصل سواء بالناس اللي ألتقي فيهم، يعني الناس تسمع البرنامج ويناقشوني في المواضيع اللي طرحت. يعني عندك اكتفاء يعني من هذه الناحية، ما تتمنى تنتقل للإف أم؟ لا، الإف أم ممكن أنتقل فيه لأداء رسالة معينة، لكن أنه الانتشار أنا مؤمن ومقتنع أنه الإذاعة العامة أيضا موجودة وتحقق انتشار معين. طيب محمود، بالنسبة لإعداد قضية اليوم، يعني يمكن هذا الشيء احنا شاهدنا انه طلع في يعني البرنامج كان له صدى كبير والناس يعني حابين يعرفوا شو قضية اليوم، بس بعد كذا يعني يمكن صار في تدني، يمكن بالنسبة للإعداد يعني كيف تتم يعني الإعداد وكيف تحصل يعني القضية اللي ممكن تتكلم فيها وتخلي الجمهور متابع لك يعني ومتشوق انه يسمع عن هالقضية؟ جميل، طبعا عند مناقشة القضايا لا يمكن انك تستعرض يعني القضايا بشكل قوي جدا، لان القضايا متنوعة اصلا وكل قضية لها يعني ما يميزها عن الاخرى، وبالتالي التذبذب في القضايا انه اليوم مثلا والله القضية قد تكون نصنفها انها كبيرة وقوية لا يعني انه في قضايا مثل شو استاذ محمود؟ يعني مثلا احنا ان ضربت مثال من الأمثلة اللي أتذكرها خلال الفترة الماضية، أنه والله كانت واحدة من القضايا مثلا أنه هناك يعني مشكلات عاجلة يواجهها طلاب عمانيون في إحدى الدول، فهذه إحنا صنفناها ويصنفها حتى الناس اللي يعانوا من هذه المشكلة أنها قوية جدا وكانت على سلم الأولويات، لكن لنفترض أنه على حسب ما أتذكر في اليوم التالي كانت القضية عن لنفترض عن المجالس الاستشارية الطلابية وكما تسمى في الدول الأخرى الاتحادات الطلابية، الآن كلاهما يعني مشكلات ممكن أن تناقش ولها يعني أسبابها ولها تداعياتها، ولكن واحدة منها قوية وعاجلة ولكن الأخرى قد لها خصوصية، فالتذبذب في القضايا أمر موجود، وأيضا لا يمكن إرهاق
المجتمع، الارهاق يعني العمل الوطني. هذا بس قضية اليوم يعني صحيح. ان هو الواحد يعني يحس ان هذا شيء لازم يناقش صحيح، وخاصة في الاخبار يعني. فما تحس ان المفروض يكون دائما موضوع مشوق احسن من انه يكون مثلا عن انفجار انبوب مياه او شيء؟ كل هذه الاشياء اختي هيام يعني غطيناها، مثل هذه المواضيع كلها غطيناها. اذكر انه يعني الاخوان قبل الدوره البرامجيه السابقه حتى تجاوزوا 300 قضيه في السنه الماضيه، والفتره الحاليه انا بنفسي اشتغلت على تقريبا يعني 200 قضيه واكثر. فبالتالي منطقيا عندما نتحدث عن مئات القضايا فيستحيل ان نتجاوزنا قضايا مثلا انفجار انابيب المياه او قضايا ضعف. هل القضايا اللي قدمتها كلها كنت راضي عنها؟ هو شخصيا يعني الاعداد كان اعداد القضايا بشكل عام ليس بالمساله يعني السهله، خاصه انه في الدوره البرامجيه الحاليه تم اعتماد ما يسمى بمنتج القضيه، وبالتالي كنت منتج القضيه ولست بمعد فقط. المنتج مسؤول عن اختيار القضية، عن تنسيق الضيوف، عن إدارة المحاور. المسؤولية تقع على عاتقك يعني بجزء كبير، بكونك أنت اللي عم تختار القضية. بالضبط، ولذلك هذا العمل مرهق جدا أولا، وثانيا يعني أنت لا تفترض، نحن لسنا في مدينة فاضلة يعني لا نفترض أنه كل قضية ستجد لها المسؤول الذي سيأتيك يعني بعد أول اتصال. لا تجد أن قد تبدو لنا بعض المشكلات يعني هي مشكلة في حد ذاتها وقضية، ولكن عندما نستمع إلى الرد الرسمي نجدهم أنه خلاص هذه القضية حتى حسمت وحلت وبالتالي نتجاوزها. لكن هل أنا راضي عن القضية؟ أنا بالعكس كل شيء أشارك فيه دائما أأمل أنه يظهر فيما بعد. ما تحس أن عفوا ما تحس أن أنت بما أنك أنت اشتغلت في الإعداد بشكل يعني يمكن قلت أنت مش سهل يعني اتصال بالضيوف طبعا. إعداد القضية، إعداد كل الزوايا لها، ما تحس أن المفروض كان يكون تقديم قضية اليوم لمحمود البلوشي؟ صحيح، هو أمانة يعني وكل الزملاء تقريبا يعني يعرفوا هذا الكلام أنه كنت يفترض إعداد وتقديم، لأنه أتصور حتى أنتوا الآن لما تعدوا البرنامج وتقدموا يكون بطريقة أفضل له طعم. أي بالضبط، لكن هذا لربما يفسر حجم العبء الكبير اللي كان على القضية، أنه اكتفيت بالإعداد، لأنه ما يصير إعداد ضغط على نفسي وأيضا تقديم، وبالتالي قد تخرج مني بعض الأمور. ولا أنسى أنه أيضا في تلك الفترة تحديدا أنا كنت أيضا أؤدي أعمال أخرى في الإذاعة، منها قراءة النشرات العربية والإنجليزية. اليوم أنتم كمان من الأشخاص اللي بتطبقوا عسر السرعة، بتحلوا القضايا عبر الهاتف باتصال؟ هل هناك قضايا تحل باتصال مع مسؤول معين؟ هو خلال الفترة الماضية كل القضايا كانت بحضور مباشر من المسؤولين في قضية اليوم اللي هي بعد نشرة أخبار العاشرة، إلا فقط وأنا أتذكرهم جيدا قضيتين. الأولى كانت بسبب احتجاز المسؤول، وهي كانت صدفة يعني احتجازه بسبب الأمطار اللي سقطت، احتجازه من قبل وادي المحموم في صحم، ونحن نعرف أنه واحد من الأودية يعني القوية في السلطنة، فلذلك بالعكس رغبة منا أن القضية تظهر فضلنا أنها تظهر وإن كانت عن طريق الهاتف. والقضية الثانية أيضا كان الضيف موجود في مهمة رسمية من قبل مجلس الشورى في الدقم، وكنا يعني تحت ضغط لربما إنساني أنه نجيب هذا الشخص من الدقم، هو ينتهي من شغله تقريبا الساعة 8 بالليل، احنا نتخيلوا ان عنيبة من الدقم الى مسقط من اجل لقاء ربع ساعة وعشرين دقيقة. فبالتالي تجاوزا وهي مرتين حصلت اكتفينا انه تكون عن طريق الهاتف. حلو، عندنا كتير اشياء اليوم رح نعرفها، درس على الهواء، انتقادات كتيرة. خلفان رح يجاوبنا على كل هيدي الأسئلة، ولكن بعد ما نروح لعند زميلنا سليمان اللي منتظرنا بهيدي اللحظات بالجراند مول مع مجموعة من الضيوف. تفضل سليمان. عودة لكم متابعينا الأعزاء، مثل ما وعدناكم في عندنا وقفة لقراءة رسائلكم اللي تصلنا على رقم البرنامج على الواتساب. أيضا أحب أخبركم وين أنا الحين متواجد. أنا متواجد الحين طبعا في السوق العماني أو في الخيم العمانية اللي موجودة هنا معنا. خلوني أقرأ بعض رسائلكم اللي وصلتنا وأيضا اللي تناقش موضوع حلقة اليوم. مساءكم روائح إيمانية، موضوع اليوم حلو ومميز في شهر رمضان،
فعلا يمثل نقلة جميلة في حياة كل من أراد التغيير في نمط حياته. شكرا يا الحامدية، نشكرك على هذه المشاركة. موضوع حلقتنا نتمنى أن اليوم تشاركونا فيه أكثر ما يمكن حتى نحن أيضا نتناقش معاكم. أيضا من عامر سالم العمري من صلالة، شهر رمضان الفضيل له دور مهم في تغيير بعض سلوكيات الفرد السيئة. شكرا لك يا عامر، شكرا أيضا لرحمة الكاسبي، وصلت رسالتك، رسالة من رغد العمري، شكرا أيضا لك على هذه المتابعة. هنا أيضا تحية للمتابعين، من متابع إلى المتابعين لبرنامجنا ولشاشة مجان الفضائية، أتمنى كنت ذاكرة اسمك حتى نحن أيضا نبعث لك تحياتنا. نقرأ أيضا بعض الرسائل اللي وصلتنا. علي شكرا لك، علي سليمان، ورسالة لماذا، هنا رسالة، لماذا لا نحاول من اليوم التخلص من أي عادة سيئة ومجاهدة أنفسنا مع ذلك، على ذلك، مع استبدال تلك العادة بأخرى حميدة. بنت نزوة شكرا، وأتمنى كنت ذاكرة اسمك. لما نحن نتكلم اليوم عن تغيير العادات السيئة، بكل تأكيد لابد أيضا أن نفكر هذه العادة السيئة، لابد أن تكون هناك عادة حسنة إيجابية بدل هذه العادة السيئة. مثلا التدخين، الإقلاع عن التدخين، لابد أيضا أن نحصل على طريقة أخرى بدل تقينا إنما نرجع مرة ثانية للتدخين. ونحاول رسائلكم الكثيرة اللي تصلنا نقرأ فيها أكثر ما يمكن. كل التحية والتقدير إلى قناة مجان الفضائية على هذا البرنامج، وأيضا كل الشكر لكل طاقم العمل المبدع راشد المحاربي، شكرا لك يا راشد. وفايزة الغافري شكرا لك. رسالة أخرى رغد، خلاص قرينا الرسالة. وهنا بعض الرسائل اللي تصلنا، رسائل جدا كثيرة تصلنا، فنحاول نحن نغطي أكثر الرسائل اللي موجودة معنا. أميرة الطارشي، هذا نحن قرينا رسالتك ووصلتنا، ونحن إن شاء الله مواصلين ما دام أنتم أيضا متابعين لنا. من ضمن الرسائل اللي وصلت لنا، أنا أشكر اللي جالس يرسلنا الصور من ظفار وخريف صلالة، هناك صور وصلتنا بس نحن نشوفها ونحاول إذا أمكن أن نحطها على الانستغرام. شهر رمضان فرصة لكل شخص لبدء حياة جديدة في حب الله والرسول وترك العادات السيئة إلى العادات الحسنة. شكرا لك يا صالحة. كثير رسائل تصلنا لكن للأسف تصلنا بدون الاسم الثلاثي. حاولوا انكم على الاقل اسمك والقبيله، حتى نحن نفس الشيء ان نبعث لكم رسائلنا. سيف السعدي ايضا مساءك ورد ونور ان شاء الله، وتسلم على هذا التواجد. رساله من ناصر النيري شكرا لك، وهذا برنامجنا اكيد نحاول انه من خلاله اللي نقدمه لكم انتم تستمتعوا وتكونوا متابعين لنا. وايضا نحن هنا دعوه نوجهها لكم اللي متواجدين داخل بيوتهم انهم يتواجدوا هنا معنا في الجراند مول للتعرف على ضيوفنا اللي موجودين هنا معنا. مسلم البدوي شكرا لك، برنامجك وهذا البرنامج برنامجك، ونتمنى ايضا تواجدكم هنا معنا. رساله اخيره من شهد مبارك عليكم الشهر، برنامجكم وايد حلو، الأروع والأجمل والأحسن هي متابعتكم أنتم أعزائنا المشاهدين والمتابعين لليالي مجان ثلاثة. نحن قرينا ونحاول في الوقفات الأخرى نقرأ أيضا الرسائل اللي تصلنا، لكن الحين عودة إلى ضيوفنا اللي موجودين هناك مع لور جسار وهيام الجابرية، لكن بعد الفاصل. هالشهر شهر الصوم، شهر المغفرة، شهر الخير. أكيد كمان اليوم ضمن برنامجنا عنا كتير إشياء نقدم لكم إياها مناسبة هذا الشهر الفضيل، ونتمنى أن ينعاد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بكل خير. انتظرونا الحين، نحن فقط رايحين نروح للور الجسار، وأنا لما أرجع معاكم هنا راح يكون معاي ضيف راح نتعرف عليه
وإن شاء الله استقطب الكثير من الزبائن. الشهر الماضي أكثر من 500,000 زائر إلى مسقط جراند مول. توسعوا برامجنا، تدخل برامج جديدة، وتجينا كثير من المقترحات من الشباب نفسهم المتطوعين. أمس كيف كانت وجبة العشاء؟ قوية؟ صراحة كانت جدا قوية وفنانة بعد وحلوة بشكل عام. هذا البرنامج أصبح له متابعين من داخل وخارج عمان. اليوم خبريني هيام، كيف شو كان الإفطار؟ الإفطار كان بسيط جدا. تعرفي خلية النحل تعملوها؟ أي طبعا. أخذنا خلية نحل وأصابع زينب. الدراما الخليجية أساسا يعني بدأت بخطوات ثابتة ووصلت إلى مستوى العالمية بمعنى. فصارت هي شوية دربكة في الموضوع، بس الحمد لله أنا أقول أني عملت عمل وأثبت وجودي وحطيت اسمي في السوق. لاحظين مشاهدينا الكرام، ما بتاخذوا لا حق ولا باطل منه لعمار آل إبراهيم ابدا ابدا. سواء على مستوى الوطن او على المستوى الخارجي ستكون لهم استضافه في هذا الملتقى ان شاء الله، واستضافه كذلك بعض المدارس تحفيظ القران وماهيه عملهم في تحفيظ القران. نظر عيني انا اقولها لعيالي لاحفادي، هم نظر عيني، عمان هي نظر عيني. الهدف من انشاء متحقق، إنه هو قادر يوصل للمواطن العماني في أي منطقة كانت سواء. هنا السؤال، هل الهيئة الجديدة تريد دراما ولا لا تريد دراما؟ كيف أنا هذه الكلمة بجيبها في مسلسل بدوي عشان يفهموها؟ ما ذنبي أنا؟ هو على المشاهد أن يبحث. مثل البرنامج أتفاجأ باتصال جنان، اليوم الأجواء المناخية لا تيجي البرنامج. معظم العيال اللبنانية بتلاحظ أنه ساعة الغداء بيكونوا كلهم موجودين، على العشاء كلهم موجودين، يعني ما حدا بيتعشى لوحده أو بيتغدى لوحده. حلو. فالأغلبية بيكونوا مجتمعين. نرجع ونرحب بأحلى متابعينا لقناة مجان وبضيوفنا المتواجدين معنا لليلة، سواء كان خلفان لك أهلا وسهلا مرة جديدة، وأيضا محمود يسعد مساكم. قبل ما نتوقف عن زميلنا سليمان، درس على الهواء برنامج له 15 سنة واليوم الانتقادات عليه كتيرة من ناحية الديكور. يلا رح ابتدي بالبداية معك بالديكور، هل أنت راضي عن الديكور للبرنامج؟ طبعا أول شيء لما نتكلم عن برنامج درس على الهواء، هو برنامج نوعي، برنامج تعليمي يقدم لفئة اللي هم طلاب الثاني عشر. عملية البهرجة في الديكور يعني أحيانا تكون غير مرغوبة بحكم طبيعة البرنامج، لكن أيضا ما يمنع أنه يكون الديكور بمستوى عالي، وهذا اللي إحنا نحرص عليه. اللي صار أنه الفصل الدراسي الثاني احنا انتهينا على شهر 6 من العام الماضي، نزلنا بنفس ديكور الفصل الدراسي الاول لسبب انه احنا كدائره اعلام تربوي بوزاره التربيه والتعليم خاطبنا الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون على اساس انه يحجزوا لنا المساحه ويخبرونا اذا انه البرنامج حيبث او لا. تاخروا كثير في الرد، الرد بالموافقه جانا قبل فترة أيام، يمكن ما تتعدى 3-4 أيام، ما كان عندنا وقت لأن نصمم ديكور جديد أو أن أيضا نبني ديكور جديد للبرنامج، وبالتالي كان أن إحنا يجب أن ننزل في الاستوديوهات الرقمية وعالجنا ديكور الفصل الدراسي. يعني دائما العتب على الهيئة، يبدو أنه العتب دائما على الهيئة مش على وزارة التربية. هو في نقطة عدم الرد، يمكن ما أدري كان في عندهم أكثر من خيار أو أكثر ربما من رد، لحد ما استقروا على الرد النهائي. هذا ما كان في صالحنا إحنا، خاصة فيما يتعلق بالديكور، بس الديكور اللي ظهر مش كثير سيء مقارنة بطبيعة البرنامج. هذا بالنسبة للديكور. بالنسبة لوقت البرنامج، وقت البرنامج لور يعني، ويمكن هالكلام أنا حتى أقوله على الهواء للمشاهدين والطلبة، أنه أنت في قناة عامة ويشاهدها مختلف شرائح المجتمع، وبتعملي برنامج نوعي موجه لشريحة معينة ومدته 1.5 ساعة 90 دقيقة. أول شيء نشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على هالمساحة اللي يعطونا إياها، بالتالي أنه ما ممكن نحصل 1.5 ساعة بدون توقف.
يعني يا تدخل عليك فترة أذان، يا تدخل عليك فترة نشرة أخبار، يا تدخل عليك فترة وبعد كذا أيضا حرام أن نظلم المشاهد العام اللي هو جالس يشوف القناة العامة هذه ببرنامج نوعي، بينما الطالب ممكن يكيف نفسه ويبرمج نفسه على الوقت، والوقت مش كثير سيء، كان من 3:30 لـ5. ما زال هيدي هي المشكلة، ليه وزارة التربية ما بيكون عندها قناة خاصة فيها؟ كيف ما سمعتك؟ ليه ما بيكون لوزارة التربية قناة خاصة فيها؟ جميل وسؤال، أنا أعتقد أنه الفكرة موجودة وجالسين نشتغل عليها أيضا. يعني الشيء يعني في فكرة، في فكرة أنه في قناة تربوية، إطلاق قناة تربوية، وجالسين نشتغل على هالموضوع. يعني من ضمن الأشياء الجميلة اللي حصلت هالأسبوع، متى راح تكون؟ خلنا أعطيك الأشياء بالتدرج. يعني طبعا من ضمن الأشياء الجميلة اللي ربما تكون أحد الخطوات لهالشيء، أنه انتقلت تبعية دائرة الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم من مديرية معينة اللي هي المديرية العامة للبرامج التعليمية إلى مكتب معالي الوزيرة مباشرة. يعني صارت الدائرة تتبع مباشرة لمكتب معالي وزيرة التربية والتعليم، وهذه نقطة جدا مهمة، وأيضا راح تكون خطوة في سبيل وجود القناة التعليمية أو التربوية. مبنى وزارة التربية والتعليم اللي بمرتفعات المطار في استوديوهات، في تقريبا دور كامل مخصص للاستوديوهات، وانا اعتقد انه خلص المبنى دخلك ولا بعده؟ المبنى بعده 10 سنين قالوا لي المبنى 11 المبنى بعده، ويمكن ما ادري احنا لحد ما نجهز على تصور القناة ووجود امكانيات القناة ان شاء الله يكون المبنى جهز باذن الله ان شاء الله. اعطيتني نقطتين اللي هن حكيت عنهم الديكور بالاضافة للديكور وقت البرنامج، وثالث نقطة وفي انتقاد عليا هي الضيوف اللي كنت عم بتجيبهم على البرنامج وما كانوا عم يقدروا يوصلوا الرسالة للطالب بشكل سريع جدا، كان في شوية تعقيدات الطالب ما كان عم يستوعبها إلى ما هنالك، شو تعليقك على هذا الشيء؟ طبعا بالنسبة للنقطة هذه أنا أحيي كل ضيوف البرنامج اللي حضروا البرنامج. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير أنه هذيلا هم معلمين أو مشرفين في مادتهم العلمية أكفاء جدا ورائعين جدا، البرنامج على الهواء، وتخيل أنك تنسألي في مادة علمية وهم معظمهم كانوا رائعين وما عليهم انتقادات إلا ربما أعداد بسيطة جدا ما تتعدى 3 الـ2، وهذه مش أخطاء، هذه أخطاء تصير على الهواء، لأنه وأنت على الهواء أحيانا ممكن تغلطي في مسألة أو مش غلط أنك تغلط، ولكن لازم تكون مجهز نفسك، لازم يكونوا هالأشخاص شوي مؤهلين مدربين تحت الهواء، عاطينهم بعض المفاتيح الأساسية بالحوار وغيره. هم معظمهم خبرة في البرنامج، يعني ظهروا الأكثر من سنة، المعلمين الجدد إحنا نجلس معاهم قبل ندربهم، حتى إحنا نستخدم اللوحة الإلكترونية اللي هي اللي بتظهر عليها حلول المسائل وكذا ندربهم عليها، بس تبقى مثل ما ذكرتك اللي هي ربكة الهواء ربما هي، وإحنا دائما نؤكد على المدرس أنك تعترف بالخطأ وتصححه أفضل بدل ما أنه يظل عالق بذهن الطالب أنه خطأ، ودائما نؤكد على هالشيء. وحتى في قنوات التواصل ما بيننا وبين الطلبة فاتحين المجال أنه عندنا حلقتين لمادة معينة، الطالب لو حس في خطأ معين ممكن يتصل أو يبعث عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، إحنا نكلم المدرس ويعدل الخطأ، ما في أي شيء. سؤال سريع، هل تعتبر نفسك الأكثر جماهيرية على صعيد أرض السلطنة بكون معظم طلاب؟ ما أدري هذه، يعني ما أقدر أقيسها، لكن مش الأكثر بالتأكيد، لكن اللي ألاحظه أنه أنت مثل ما ذكرتي أنه البرنامج صار له 15 سنة، فتخيلي مخرجات 15 سنة في السنة نخرج 60,000، احسبيها عاد أنت. طبعا احنا نحب نعطي بعض المعلومات عن محمود، هو قارئ نشرات أخبارية إذاعية باللغتين العربية والإنجليزية، أيضا محرر أخبار سياسية أجنبية، مترجم ومعد قضية اليوم، ومقدم بعض البرامج الإذاعية مثل صباح الخير يا بلادي وفي رحاب المساء. أيهم أقرب الأعمال لمحمود وإيش أمنيتك؟ يعني شو البرنامج أو الشيء اللي أنت تشوف نفسك فيه يعني مدى الحياة أو لمدة طويلة؟ هو الترجمة والتحرير، يعني اللي يتقن الترجمة ويتقن التحرير يكون يعني مهتم بالجانب الإخباري، وعندما نتحدث عن الأخبار ليست فقط الأخبار السياسية وإنما يعني
كل أنواع الأخبار السياسية والاقتصادية ويعني الاجتماعية والثقافية بكل فروعها. أتصور هنا يكون منبع أيضا الإعلام الناجح. فأنا من بدأت أشتغل في التحرير اللي هو طبعا الشق الآخر في الترجمة أيضا، حبيت هذا المجال، ولربما حتى يعني هو أسسني كثير فيما يتعلق بقراءة النشرات سواء العربية أو الإنجليزية، حتى في إعداد البرامج يعطيك خلفية ثقافية وإن كانت حتى في الأخبار السياسية، لأن أصولها تكون معلومات ثقافية معلومات عامة. فأعتقد أنه تأسيس جيد وأنا حبيت هذا المجال، مجال التحرير والترجمة. أمنيتك تحديدا أنك تستمر في هذا المجال أو عندك برنامج معين؟ لا بالضبط، هو يعني أمنيتي أن تتطور أو يتطور قسم الأخبار الأجنبية في إذاعة سلطنة عمان، لأن القسم يعني المسموع الوحيد في السلطنة واللي بدأ من السبعينات يبث الأخبار باللغة الإنجليزية ومعني بها، ويناقش أخبار أو يستعرض أخبار محلية وأخبار عالمية على رأس كل ساعة. فأنا أمنيتي وقاعد أعمل مع زملائي وقدمنا مقترحات أن نطور من هذا القسم حتى يصل إلى المرحلة اللي فعلاً نحن نفتخر فيها، والمرحلة أيضاً اللي نأمل أيضاً فيها، وهذه أيضاً أمنية أخرى أن تكون هناك قناة تلفزيونية الحين إنجليزية. كنت بسألك عن هالسؤال، أنا يعني على فكرة من البدايات يمكن أول مرة قابلت معالي الدكتور طلبت منه هذا الطلب يعني، وسألته ليش ما عندنا قناة خاصة يعني لمتحدثين اللغة الإنجليزية، خاصة أنا ما أتحدث عن الأجانب، في عندنا في عمان كثار متحدثين لغة إنجليزية ويحبوا يتابعوا القنوات الأجنبية، من ضمنها أنا راح أذكر يعني NBC4 لها متابعة كبيرة، يعني ليش ما يكون عندنا قناة لغة إنجليزية من ناحية الأخبار من ناحية البرامج، مقدمين عمانيين مش شرط أن نجيب من برا، وعندنا كفاءات يعني أستاذ أنت كنت مدرس لغة إنجليزية ومحمود خريج لغة إنجليزية يعني وأنا مدرس لغة إنجليزية، يمكن هذا الشيء عندنا مشترك. فمتى عندكم يعني نظرة مستقبلية أو متى تتوقعوا هذا الشيء راح يتحقق، علما أن السعودية من زمان عندهم قناة ثانية كانت مختصة باللغة الإنجليزية، وعمان يمكن ما أعرف بس عندها كفاءات يمكن أكثر. صحيح، هو خلونا يعني في البداية نشتغل على الجانب الإذاعي، طالما أن عندنا شيء موجود على أرض الواقع إحنا قاعدين نقدمه الآن، فيفترض أنه البداية تكون في تهيئة الإذاعة الأجنبية الآن اللي معانا في السلطنة، وتبني كل المقترحات تبني كل الرؤى حتى تنطلق وتصل إلى كل أرجاء السلطنة، ولربما أيضا تتجاوز حدود ذلك وهي تبث على موجات. بس الإذاعة عندها طابع يعني موسيقي أكثر شيء، كثير يعني يحطوا أغاني أكثر من صحيح البرامج. صحيح، هو فقط أنه نبدأ بما هو موجود، لكن هذا لا يمنع أنه إحنا أيضا نستفيد من الكفاءات ومن بيوت الخبرة اللي حضرت واللي ساهمت في تطوير هذه الإذاعة، والانطلاق بقناة تلفزيونية تبث باللغة الإنجليزية، وبالعكس هذا الشيء يضيف للإعلام في السلطنة، وكنا نتحدث عن كفاءات فعلا موجودة ونماذج يعني موجودة حتى على أرض الواقع، ولربما نعرفها وشاهدناها قدمت وتتفاعل، وهذا أيضا يعني جل معنا نحن في الإذاعة في أيام المناسبات الوطنية عندما نستضيفهم يعني زملائنا أو معارفنا أو من باقي أفراد المجتمع، متحدثين ما شاء الله جيدين باللغة الإنجليزية عندهم خبرة عندهم كفاءة. فأتصور أنه إحنا عندنا الأساس موجود، لكن خلونا نطور الإذاعة الأجنبية أولا، وفي هذه الفترة أيضا نضع المقترحات والرؤى للانطلاق بقناة تلفزيونية، وهذه أمنية عسى الله. أيضا أنا مع هذه الأمنية بالتأكيد، خاصة إذا ما نحن عندنا البنية الأساسية من خلال الاستوديوهات الرقمية، وما شاء الله يعني استوديوهات ضخمة، استوديوهات عندها الإمكانيات. أيضا إذا نجي لنسبة المقيم في أرض السلطنة من الجاليات الأجنبية، يعني ربما يقول إحنا ليش محتاجين قناة عمانية أجنبية في قنوات أخرى، لا إحنا محتاجين قناة أجنبية لتنقل الشأن المحلي للمقيمين على أرض السلطنة. صحيح. يعني القنوات الأجنبية الأخرى ما بتتكلم عن الشأن المحلي اللي في السلطنة، وإحنا عندنا جاليات أوروبية أمريكية آسيوية ما تعرف أي شيء اللي قاعد يصير. نعم أيوة، فهم محتاجين فعلا إلى قناة ناطقة باللغة الإنجليزية أيضا تخبرهم عما يحدث في أرض السلطنة
وبالصوت والصورة وتنقل لهم أيضا تفاصيل هذا الوطن يعني. وتبرزهم يعني، في عندنا شخصيات أجنبية عاملة في هذا الوطن وتعمل يدا بيد مع المواطن العماني لبناء هذا الوطن، ومستحقين أن يبرزوا عبر شاشة التلفزيون يعني، مش بس في الإذاعة. احنا نحب نشكركم على تواجدكم معنا في برنامج ليالي مجان، نورتونا وكانت يعني جلسة مريحة مع إعلاميين. مع العلم أنه طلب مني خلفان نجيب له ليمون على أساس أنه خاف تكون. بالنسبة لنا إحنا كانت مريحة، بس بالنسبة لهم يمكن كانت بدك إياها بنعنع أو من دون نعنع. عم يسألوني الشباب خلفان. لا لأنه تدري لور يعني في بداية البرنامج قال محمود ممكن تكون في أسئلة استفزازية، قلت له لا يعني هم يعني أنا تابعت والله نحن مسالمين لا يدردش. فقلت له محتاجين إلى ليمون بالنعناع بس بالنعناع عشان يهدي محمود يعني. نتشكر حضوركم معنا لليلة وأهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا شكرا كثير، وأيضا التحية لكل المتابعين والمشاهدين لفريق العمل، أيضا لإسحاق اليعربي والمخرج أيضا بدر المعشري. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وسعيدين أيضا أن نتواجد معكم في هذا الشهر الفضيل وهذه الدردشة الرمضانية، على أمل إن شاء الله أنه نلتقي أيضا في يعني في برامج أخرى قادمة، وإن شاء الله يعني تحققت الأمنيات و يعني تأتي الأيام إن شاء الله أكثر سعادة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. بدر بدي بس وجه لك رسالة من الشباب، قال يا ريت يستضيفونا أنا وهيام بآخر حلقة، بقى ما بعرف إذا كان في مجال. بيقول حاضرين. خلونا ننتقل عند زميلنا سليمان ونرجع من بعدها لآخر ضيف معنا لليلة، وانتو خلوكن معنا. عودة مجددة لكم متابعينا الأعزاء، ونحن بكل تأكيد نتجول بين زوايا الجراند مول، لدينا وقفات كثيرة نقفها لكم وأيضا مع زوارنا الموجودين داخل المول. لدينا بعض زوار الجراند مول واللي هم ضيوفنا، خلونا نتعرف عليهم. تعرف عليك؟ معك المعلق سالم بن جمعة السلطين. مرحبتين، وانت شو اسمك؟ معك سعيد بن سيف بن محمد الهادي. سعيد جدا بتواجدكم انتوا الاثنين اليوم معاي. نحن اليوم موضوعنا نتكلم عن العادات السيئة، وايش رايكم بموضوعنا وكيف نحن ممكن ان نبدأ من شهر رمضان بالإقلاع عن هذه العادات السيئة إلى عادات إيجابية؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سعيدين بوجودنا معكم على قناة مجان الفضائية. اول شيء احب اعرف نفسي، انا المعلق سالم بن جمعة بن صالح السلطي، سبق اني شاركت في برنامج المعلق الصغير. اما بالنسبة للعادات السيئة، قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اول شيء شهر رمضان شهر التوبة والغفران، شهر فيه عتق من النيران، يعني يجب على الإنسان أن يترك العادات السيئة وأن يتجه إلى عادات جدا فضيلة. مثل وش هذه العادات؟ أول شيء معك التدخين، في ناس تدخن قبل بدون رمضان، دخن الصباح وتركته الصباح عشان يكون رمضان في صيام. طيب أنت ذكرت التدخين، أنت أيضا سعيد وش من العادات السيئة اللي ممكن نحن نقلع عنها؟ نقلع عنها التدخين مثلا يعني في شهر رمضان يعني أكثر شيء. ذكرنا التدخين، غير التدخين مثلا أنت برأيك؟ شرب يعني الأشياء المضرة للجسم مثل الخمر. طيب عندنا مثالا الكذب ومثل هذه العادات السيئة اللي لابدنا نحن نقلع عنها في شهر رمضان. نحن نشكركم على تواجدكم اليوم معانا، وأيضا سعيدين بتواجدكم. هذه عبارة عن طبعا كوبون مقدم من جراند مول، تفضل وتسلموا جدا موفقين. أقوى شهر رمضان، أقوى جدا مثالية للتغيير، أقوى جدا مثالية أن نقلع من العادات السيئة إلى العادات الحسنة. موجود معانا المسحر، خلينا نتعرف عليه. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. أتعرف عليك؟ اسمي محمد. طيب أنت محمد الشامي. حياك يا محمد. محمد اليوم ما شاء الله جالس، اللي أعرفه أن هذا يكون لوقت السحور، بعدنا بعيد عن وقت السحور، فأنت بادي فيهم من الحين؟ هلا إجباري بدك، نحن نقضي طقوس رمضان بالشام تبعنا، شلون تراثنا القديم. نحن بكل حارة بيكون عندنا مسحراتني، كل حارتين ثلاثة مسحراتي، هذا إجباري بالحارة. نحن أيضا نحن هنا معانا في السلطنة موجودين هؤلاء اللي هم المسحراتي، صح كذا اسمه المسحراتي. فخلونا نسمع شوية بعض الكلمات اللي يقولها المسحر. يلا يا كريم
يا الله يا نايم وحيد الدايم قوموا على سحوركم رمضان جاي يزوركم يا كريم. شكرا يا محمد. مثل ما سمعتوا أعزائي المشاهدين والمتابعين هذه بعض الكلمات ونحن شاهدناها الشامية شاهدناها بشكل جدا كبير في مسلسل باب الحارة الجزء الأول والثاني والثالث اللي استمتعنا فيه. الحين عودة إلى الزملاء هناك في الاستوديو وأكيد ضيف آخر موجود معاهم خلونا نتعرف عليه ولكن بعد الفاصل. فنانين مطربين نجوم الرياضة كتاب صحفيين مبدعين ومبادرات شبابية هدايا وجوائز لقاءات مع ضيوف لجراند مول للسنة الثانية على التوالي في الإطلالة الثالثة لبرنامجكم ليالي مجان كل ما عليكم أنكم تحضروا ويانا وتستمتعوا في برنامجنا طيلة شهر رمضان الفضيل من جراند مول على قناة مجان الفضائية شكرا سليمان طبعا احنا استمتعنا بالمسحراتي حاليا هذه الظاهرة ما صرنا نشوفها يعني من زمان كنا نسمع ويمكن في بعض الحواري ما اعرف في لبنان هل اختفت هذه الظاهرة ولا لا لا حقيقة بلبنان بعدها موجودة ببعض القرى بس بالمدينة اكيد ما موجودة متشابهة مع المسحراتي اللي شفنا نفس اللي بيقولوا يعني يا نايم وحد الدايم بس بصوت عالي ومع الطبل الكبير وصوت قوي جدا يعني حلو جميل طبعا مشاهدين احنا وصلنا لاخر فقره من فقرات برنامجنا او اخر ضيف طبعا نقول ختامها دائما مسك معنا فنان غني عن التعريف راح نتعرف عليه مع بعض في من خلال هذا اللقاء الفنان عبد السلام التميمي مرحبا وكل عام وانت بخير سلام مبارك عليكم الشهر ان شاء الله مبروك اهلا وسهلا فيك معنا لليلي من المسرح المدرسي ومع شخصية صلاح الدين بقطر ابتدى المشوار الى عمان مع مسرح الشباب عام 82 والى فوازير الشعر ديوان العرب الجزء الثاني وهكذا دواليك بهالفترة جيل الشباب أو ما يسمى بالجيل الواعد احتل الساحة التمثيلية والممثل القديم أو الممثلين القدامى صاروا على الرف خلونا نعرف منه عبد السلام التميمي اللي عاصر الجيلين بدي أقول لك اليوم الممثلين هيك مع ابتسامة عريضة الأستاذ عبد السلام وصفرة نحن بنقول ابتسامة صفرة جيل الشباب اليوم هل زاح ووضع الممثلين القدامى على الرف وقعد هو بوسط الساحة الفنية الدرامية تحديدا أول شيء خلي من هالسؤال هذا يعني ما شاء الله من وين جبتوا المعلومة أني أنا بديت بصلاح الدين هذا شغلنا الإعداد عندكم قوي يعني صراحة ما شاء الله تسلم يا رب المهم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسؤال هذا اللي مفروض يصير إذا نبي نكون صحيين أو عندنا الفن صحي من المفروض أن كل الأجيال تكبر ما تركن على الرف لا بتبقى مرجع فلازم تجي أجيال جديدة إذا إحنا بغينا أن الدراما أو الفن في عمان يكون قوي هل تعتبر الدراما اليوم والفن العماني قوي؟ والله أنا ما أريد أظلم وأقول لا بالعكس زمان لا لا هي لكل جيل لكل فترة لها ناسها من المفروض يكون يعني أيام خلينا نقول إحنا جيل الرواد الفنانين صالح فخرية وصالح شويرد والفنان جمعة الخصيب الله يرحمه وسعد القبان الله يرحمه وغمد روح الجنة
وعندك سعود وطالب وأمينة وجيل الرواد هم هذا اللي أنا أعتبر عاش الياس الله يطول بعمرها إن شاء الله والمجموعة هذه وأمينة موسى هذا نعتبرهم جيل الرواد جيل يعني إحنا أخذنا منهم بعد جيل الرواد يجون خليني أسميهم أنا على طريقتي الخاصة أسميهم جيل النجوم جمعة هيكل والمجموعة الثانية اللي معاه في نفس الصف من ضمنهم أنا أحط عصام الزدقالي إبراهيم ولو أن إبراهيم جاي بعد عصام هذا وبعدين جيلنا إحنا ولو أنه يعني سنا إحنا تكون متقاربين لكن يقول لي الظهور عملية الظهور للشاشة هذيك الفترة كانوا محتاجين المشاهد والناس كانوا محتاجين هذين الوجوه هذه الوجوه لكن في الوقت الحاضر القليل اللي محتاج يشوف عبد السلام خلينا نكون معاك صريح يعني لأنه الجيل الحديث يبي يشوف حد يحاكي يعني اليوم ما عم بتتابع الدراما العمانية لا أنا تابع الدراما العمانية شو اللي لفتك هيدا العام من برامج عبر الدراما العمانية لا والله أنا تابع بنك الحارة بأمانة رغم أن هذا المسلسل مظلوم من ناحية التوقيت من كل النواحي الله يطول بعمرك من كل النواحي التوقيت والموازنة وخليني طب خلينا نفتح الباب العريض اليوم كان في عتب على يعني المسؤولين من ناحية الدراما وعتب على ناحية التصوير عتب على الانتاج عتب على يعني الصرخة والصوت عالي اليوم بتضم صوتك لصوت الزملاء والزميلات والله من المفروض انه يكون في عتب واحد ومن المفروض يكون في قبول لهذا العتب من الطرف الاخر اما اني اضم بكل قسوة مع زملائي طبعا لا يعني اكيد داخل الهيئة خلينا نقول احنا الداعم الرئيسي او المحرك الاساسي او خلينا نقول احنا الايادي الحقيقية للدراما هي الهيئة هذه الهيئة اكيد عندها اشكالية حاصلة داخلها هي اللي خلتها تتأخر في بعضهم يقول لك والله من اللجنة لجنة تقييم النصوص هي اللي تأخرت واللجنة فيها اعضاء اصلا ما من المفروض يكونون في لجنة تقييم نصوص درامية تلفزيونية او اذاعية حتى يعني في بعضهم مسرحيين مفروض هذه تكون يتبعون التراث والثقافة في بعض القليل منهم على حسب الكلام اللي ينقال انا انقلج لكن بالنسبة لي انا اقول نعم جزء تتحمل لجنة قراءة النصوص وجزء ايضا تتحمل خليني افتح الباب على الاخر الادارة العليا في الهيئة أي إن كان بيكون يعني الإدارة العليا في الهيئة المفروض في قرارات تتخذ مباشرة طالما أنا أريد عندي تعليمات أوامر سامية من قبل جلالة السلطان بتطوير هذا القطاع أنا المفروض علي أخذ قرارات أبث مش مشكلة عندي واحد يقول لك والله السنة الماضية أنتم بثيتوا تقريبا 12 عمل صورتوا ال 12 عمل هذيلا عمل ولا عملين بس اللي هم أخذوا مكانتهم يعني إيه مش مشكلة من المفروض يعني أنا لو عندي 12 ولد كلهم راح يطلعون الأول لا طبعا فأنا أخلي عندي غزارة في الإنتاج راح يطلع منهم اثنين جيدين هل الاثنين جيدين أراهن فيهم أما إني لا والله أقلص الإنتاج عشان لا يطلع طيب الحين يعني بدون طعن بأي عمل قدم بدون طعن بأي عمل قدم حاليا لا ابن الذيب ود الذيب لا بنك الحارة ولا حتى نظر عيني بدون طعن انا اعتبرهم هذيلا بس الاعمال الدراميه اما ربشه وغيرها انا اعتبرهم برامج خفيفه يعني تسليه كذا انا ما اعتبرها عمل درامي اصلا يعني حتى تعتبرهم دون المستوى المطلوب دون المستوى المطلوب دون بقوه عندك إيه لا 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 دون المستوى المطلوب طب شو السبب انه دون المستوى المطلوب لانه يعني شو هي العناصر اللي لازم تكون موجوده بهالاعمال وما موجوده لا ربشة من المفروض ما يسموه مسلسل ولا عمل درامي ربشة مفروض يسموه فواصل ربشة مفروض تسمى فواصل ما تسمى عمل درامي صرنا نفتقر الحين يعني الأعمال الكوميدية اللي كانت تضحك المشاهد العماني يعني
من ايام سعيد وسعيده وهل يعني مسلسلات ما صرنا نشوف مثلها الحين، يعني ايش السبب برايك؟ لا لا هو ما في سبب، السبب يعني خلينا نقول السبب الرئيس لهذه المساله كلها ان هذه ما نحصلها. احنا بدينا نجاري عصر اخر، عصر الدنيا فيه تختلف. بس هل هو عصر غير مضحك؟ يعني ما في لا قضايا لا 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 هو مضحك بس لا 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 هو مضحك، لكن هم يبغون الضحك بطريقتهم الخاصة العصر الحالي هذا. لا صحيح الحين أنا لما أريد أضحك أنت بسنك الصغير لما تريد الضحك ترجعي لسعيد وسعيدة، ترجعي للشايب خلاف، ترجعي للأعمال صيف حار، ولما تشوفي تضحكين. خلينا ناخذ احنا على المستوى الخليجي، انا بعمري ليه اليوم ليه بكره لما اشوف مسلسل درب الزلك كاني اشوفه اليوم، صح، واعرف ايش اللي راح يصير وراح اضحك، ممكن انسدح من الضحك يعني لهذه الدرجه. لكن بالمقابل حتى الجيل الجديد ممكن يضحك عليه لكن هو يبغي شيء اغير. المصيبه ان اللي حاصل الحين مثل خلينا اذا اخذنا ربشه عنوان، اللي حاصل إنه لازم تضحك غصبا عنك، تضحك أنت لازم تضحك مش على كيفك، لا بالقوة تضحك. لا طبعا مش مقبولة هذه. الزمان سعيد وسعيدة وهذا يعني لما أنت تطلع مع نجوم ورواد تشوفهم كيف هم يتعاملون مع النص ويتعاملون مع الكاميرا، على أساس أن الكاميرا هذه هي مشاهد، الكاميرا هذه هي المشاهد، كأنهم في مسرح مش هم في خلينا نقول احنا في موقع تصوير ولا انهم هم يصورون. فعشان كذا هو لما يؤدي يعني هون عم بتحط اللوم على الممثل نفسه ام على اللي بيكتبوا النصوص يمكن بيعطوها لاشخاص مش بمكانهم او مش بمحلها او اللي اختاروا النصوص يمكن بتودونا في داهيه اليوم. اول شيء بساط احمدي بداية. اول شيء بساط احمدي الله يعين. زين الاحمدي هذا اللي وين يودينا. المهم بس اول حاجه خلينا نكون يعني واقعيين، جيل ومضى، ما مضى كامل، لا زال باقي اثاره موجوده. انا عشان اغطي هذا الجيل، انا ما بدخل بالتفاصيل نص وما نص والسوالف هذه لا، زين عشان اغطي ما اترك فراغ، لازم قبل لا ينصرف هذا الجيل، ولازم ينصرف، لازم ينصرف، أريد ولا ما أريد لازم ينصرف، جيل وراء جيل لازم ينصرف. المصيبة إنه حصل دروب، سقاط، سقوط، تم الاستغناء عن الرواد وجابوا ما استغنوا ما صار عملية الدمج كونكشن، ما صار عملية الدمج. شو السبب؟ ها؟ شو السبب؟ الشلالية. رجعنا لنفس الموضوع ونفس المشكله. انا مع الشلاليه للعلم. انا ايد الشلاليه، لكن الشلاليه لما انا ايدها لما ابتدي اشتغل فيها، مثلا انا بديت معك بشلاليه انا وانت، اي عمل بيني لازم اناديك، لازم اجيبك ازمه. طيب بعد فتره احس ان انا مفروض اطلع من السوق وانت ايضا المفروض تطلعين، بس قبل لا اطلع انا اجي استلم وحده اجيبها معك اخليها تختلط معك، لما اطلع انا يجي واحد مكاني يمسك العهدة هذه، يعرف قبل لا تطلعين أنت وتستلمينها هي أوريدي خلاص شربت منك المسألة هذه كلها، فأصبحت الشلالية تسحب شلالية ثانية، فتبقى هذه الشلة الموجودة هذه أو هذه المجموعة قوية جدا، لأن هي قاعدة تسلم قبل لا ترحل، ومش تسلم، تسلم عصارة فكر كامل، عصارة جيل كامل بطريقة مهذبة ما فيها حقد، بطريقة ما فيها حقد. هل تحس ان في ناس يعني مو عاجبهم ان ظهور النجوم الصغار وعشان كذا تحس ان في حقد يعني؟ لا والله شوفي هو في غيرة، في حقد، في غيرة، في غيرة وفي حقد، بس مش عشان ان والله في نجوم صغار طلعوا. شوفي انا ما بتكلم بالنيابة عنهم لكن انا اعرفهم، انا تعاملت معهم يعني ولا ادافع عنهم، ما بيني وبينهم شيء، زملاء وهم مش موجودين عندي، ممكن يسمعون ممكن لا الحين، لكن هم ما يريدون حد ينكرهم هذاك الجيل. المصيبه يصير انكار. طيب انت ليش تنكر؟ يعني انت جاي جديد اطلبني
يعني انا اعطيك اقل 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 مثال واقل حاجه يعني خلينا نروح هنا لمصر، ظهر جيل شباب ما استغنوا عن جيل السابق ابدا، ما استغنوا، بالعكس قام يطعموهم ويجوا ولا زالوا يسموهم الاستاذ فلان والاستاذ فلان، لا زال لهم تقدير ومكانه مع ان هذول اصبحوا نجوم. يمكن هون المنتج بيكون بحاجه لوجه جديد، من المفروض ما فينا نظلم، لا لا من المفروض نحكي ونظلم من هاي الناحيه. وجودك على الساحه متقطع، مره هيك ومره هيك، ايضا الفنان صالح زعل كمان عم بيغيب عن الشاشه، ايضا الممثله القديره امينه عبد الرسول كمان عم بتغيب عن الشاشه، وسعود الدرمكي كمان عم بيغيب عن الشاشه. شو الاسباب اللي عم تخلي هالاسماء الكبيره اللي لها وقعها بالدراما العمانيه غائبه عن الساحه اليوم الدراميه؟ انت قلتي في البدايه، قلتي ان المنتج يريد وجوه جديده. الحين انا اعطيك، عشان اعطيك بس مثل بسيط، كلهم ماتوا، احمد زكي وفريد شوقي. لما بدا يظهر احمد شوقي، وحتى عادل امام موجود، وهو قالها عادل امام، انا مره قريتها عليه، رغم ان فريد شوقي بدا يطلع دور مساند في افلام عادل امام واحمد زكي بعض الادوار وحتى في المسرح، لكن لا زال اسم فريد شوقي هو الفوق، وحش الشاشه، وحش الشاشه. متى بدا ينزل اسم فريد شوقي؟ لما بدا خلاص عرف، كل واحد اخذ حقه. اما تجي انت الحين والله تيجي تقول لي عبد السلام ايش رايك اجيبك انت عبد السلام، وانت الوجه مش يعني ناس يعرفونك ومطلوب وما اعرف ايش هالسوالف هذه كلها، زين ايوه بعدين، واجيب معك صالح زعل، او جميل، انا افتخر ان يكون معي صالح زعل. بس اذا جيب حدا من الجيل الجديد شو المانع؟ اجي احط بطولة عبد السلام؟ لا طبعا، بعدني انا مش وقتي. ممكن احط صالح زعل وهذا وبعدين احط اسمي، لغاية ما ياخذ اسمي وقته بعدين يطلع، مع تقديري للفنان صالح زعل، مع تقديري للفنان صالح زعل. تحس انه صار مثل ما قلت فجوة بين الجيلين، ما صار في دمج بين الجيلين. بالضبط. طيب عمان في التاريخ عمل ضخم انتجته السلطنة، هل تحس انه في عمل بعد عمان في التاريخ بهذه الضخامة وليش؟ عمل ضخم من اي ناحية؟ يعني من ناحية الاسماء، من ناحية القوة الانتاجية، نتكلم من القوة الانتاجية. أيوه. المبلغ؟ لا، بعد عمان في التاريخ من القوة الانتاجية ما في. لا، لكن كعمل درامي لا فيه، حتى الأعمال البسيطة أنا أشوف، مع احترامي للأستاذ حسن بشعيرة يعني كمخرج العمل إمام في التاريخ، مع احترامي لكل النجوم العرب اللي اشتركوا فيه، لكن أنا أشوف أن، وأنا شاركت فيه زين، لكن أشوف أن العمل إمام في التاريخ ما أخذ حقه. تحس فيه أخطاء فنية كثيرة؟ طيب هذا رأيي الشخصي، ممكن راح الأعمال اللي يمكن بكرة راح أحصل وايد يتكلمون يقول عبد السلام شايف نفسه، بس هذه حقيقة. بس من أعمال اللي تحسها يعني طغت، يعني مش بقوة إنتاجية، لكن يعني كعمل بالنسبة لك، إيش الأعمال المقربة ليك، مش شرط أنت تكون شاركت فيها لكن تابعتها؟ من الأعمال العمانية. بالضبط. الأعمال العمانية آباء وأبناء. نعم. آباء وأبناء، هذا عمل من المفروض يعاد الحين. إحنا الحين محتاجينه أكثر من ما عرض. يعني الله يذكره بالخير بناصر أستاذ أمين عبد اللطيف. يعني كتبه بإتقان وأخرجه. مش بإتقان، بحياكة. يعني تعرف لما واحد يسوي تطريز يطرز الثوب. هذا بتطريز. هو طرز العمل تطريز. وقراءة في دفتر منسي نفس الشيء، لكن آباء وأبناء، قراءة في دفتر نفسي هي قصة أظني ترجع للكاتب نفسه اللي هو نفس الأستاذ أمين، لكن آباء وأبناء إحنا محتاجين إعادتها الحين. قلت بأحدى اللقاءات على أنه مسلسل أبو المنازل طالع نازل وبمنتصف الطريق، ورحلة المندوس هي من الأشياء اللي قدمتها اللي كنت راضي عنها، والباقي ما كنت راضي عنه.
لا أنا الكل راضي عنه، بس فضل الله سبحانه وتعالى. شوفي أتمنى أن عبد الله حيدر يشوفني عشان لا يقول قاعد أتكلم وراء أبو منازل طالع نازل كعمل كورق نص لا يصلح. وهذا الكلام أنا قلته للدكتور محمد الباجس الكاتب، وقلت له لعبد الله الأستاذ عبد الله بن حيدر. لكن أنا فرحان في أبو منازل طالع نازل لأني أديت فيه شخصية، فضل الله سبحانه أول وآخر أديت فيه شخصية تعبت فيها وتعبت الناس معي، كانت يعني شخصية معقدة. هو أصلا إنسان معقد، شخصية مسعود إنسان معقد، أولا بخيل هذا الإنسان، وبعدين صير خبل زين يعني يفقد. أنا فرحت فيها الشخصية الصراحة، يعني مش كعمل، يعني لما تجي تقولي والله أنا كلهم، لا لا والله حتى سعيد وسعيد أنا ما أخذ دور الدكتور. ليه اليوم يعني بعض الأصدقاء عندي ينادوني الدكتور بسبب هذيك الشخصية يعني. أما أبو منازل طالع نازل في منتصف الطريق رحلة المندوس، هذه حسيت أني أنا عطيتهم وهم عطوني. اليوم أحمد حلمي هو من الممثلين اللي أنت معجب فيهم كممثل كثير. عربي كثير. من هو أحمد حلمي عمان؟ صعب يبدو السؤال عليك استاذ عبد السلام. لا والله سهل بس أخاف يزعلون. بس من هو؟ لا يا حلو حلو الصراحة. لا والله بس أخاف يزعلون. هو رأي شخصي عادي. لا والله خلي الحوار شفاف بيناتنا زين إن شاء الله يكون شفاف. من هو أحمد حلمي عمان؟ أحمد حلمي عمان؟ بس الحين شايب أحمد حلمي عمان يعني ما مشكلة. اللي هو صالح. صالح صالح زاهل إيه، لأنه صالح ما شاء الله عليه يعني يأدي بعفوية، يعني ما تحس إنه قاعد يعني ممكن حتى هو يأدي عمل فجأة وأنت قدامه تلقى نفسك هو طالع من النص يأخذك معاه ياخذك معاه. وجهله تحية للفنان القدير صالح زعل. لا صالح يعني بس هو شيب الحين طبعا يعني هو جد وجد شيبة هيبة شيبة هيبة. لا هو صالح يعني أحمد حلمي عمان صالح. أما من الجيل الجديد والله أنا عندي اسمين بس ما أبي أقول، أنا في واحد منهم قلت عنه كلام حلو. مين؟ ما لا لا كبراته؟ بدأ يتعالى فما ما أحب أقول. في بعضهم ما يقدر انك انت تتكلم فبيبتدي تعالى. طبعا انا مو اي واحد يعني انا ما اقول والله والله اذا عبد السلام مدحك معناته انك انت لا لا بس انا انسان عادي حالي حالك. لكن بالمقابل في واحد والله قلنا له فلان هذا كذا 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 والحين من يكلمه فعشان كذا. لكن لا صالح عبد السلام ما شفناك في ادوار بطوله، يعني معظم أدوارك ثانوية. رح نسألك عن هذا السؤال لكن بعد ما نرجع من الزميل سليمان. متابعينا الأعزاء مثل ما وعدناكم لنا وقفات جدا متعددة مع ضيوفنا وزوار لجراند مول. معنا أحد الزوار اللي موجودين هنا في لجراند مول، خلونا نتعرف عليها. تعرف عليك؟ اسمي هاجر محمد زكي. كل عام وانت بخير. واليوم نحن نتكلم عن العادات السيئة وأيضا فرصة الإقلاع منها في شهر رمضان، ممكن أن يعني تعطينا رأيك في هذا الجانب؟ هو طبعا في شهر رمضان الكريم بتبقى من رحمة ربنا علينا أنه الشياطين في الوقت ده بتبقى مقيدة في السماء، وأنه يعني دي فرصة جميلة جدا وكبيرة أنه للإنسان اللي عنده عزيمة قوية وعنده يعني اللي هو صبر كافي أنه يمتنع عن العادات السيئة أنه يقدر فعلا يحقق الحاجة دي من خلال أنه يحاول تدريجيا أنه يبتعد مثلا عن الأفكار اللي بتوزه مثلا أو بتخليه أو بتدفعه أنه يعني يعملها. وكمان انه اصلا الصوم لوحده كافي جدا انه يخلي الانسان يعني يمتنع عنها، يعني لانه حافز كبير جدا، لان الصوم بيمنعنا عن الاقلاع عن التدخين والشتم والسب والنميمه وكذا والحاجات المحرمه اصلا اللي ربنا حرمها. حلو حلو. هذا انت في عندك عادات مثلا ما حابه انها تستمر معك؟
اكيد يعني مثلا اي شخص لما بيتكلم على الناس او كده دي حاجه في كل الناس يعني في الرجال وفي النساء يعني انه برضو دي حاجه مش كويسه اكيد كل واحد عايز انه يبطلها او ما يعملهاش تاني يعني. طيب نحن بعيد عن موضوعنا الحين بنروح شويه للجراند مول وتواجدك هنا مع العائله في الجراند مول. تحبي التسوق هنا في الجراند مول وليش بالذات في الجراند مول؟ هو اولا لانه في محلات كتير وانه يعني كلها يعني بتساعد الانسان انه يعني ايوه بالظبط فيها كل شيء هو الانسان يعني عايزه مثلا من لبس مثلا او اكل او كذا او كذا يعني. طيب واكيد الجراند مول بعد بيقدم لك هديه وعباره عن قسيمه شراء من المحلات اللي موجوده هنا معانا. تفضلي. إذن متابعينا الأعزاء مثل ما نتكلم نحن على أن الصيام هو بحد ذاته مدرسة للإقلاع عن كثير من العادات السيئة. أيضا راح نأخذ رسائلكم اللي تصلنا على رقم الواتساب ولكن في الوقفة الأخيرة الحين لدينا عودة إلى الزملاء هناك وإكمال الحوار مع ضيفنا اللي موجود معاهم. شكرا للزميل سليمان ورجعنا لكم ونجدد لكم التحية. قبل أن ننتقل للزميل سليمان طرحنا سؤال على ضيفنا المتواجد معنا عبد السلام التميمي. اسم كبير اسم لامع لكن لم نراه في أدوار بطولة دائما أدوار ثانوية ليش؟ أول شيء اسم كبير من عدد الحروف ترى 9 حروف عبد السلام يعني زين لكن اسم كبير كفي الوسط لا في اللي أكبر مني والله أكبر من الكل يعني في أكبر مني وألمع مني بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأدوار بطولة مطلقة بفضل الله سبحانه وتعالى أنا لحد الحين ما شاركت في عمل فيها بطولة مطلقة يعني حتى سهرة السحب الكبير كان فيها بطولة جماعية لجاسم البطاشي ومحمد هلال وعلى. عمل بطولة مطلقة يعني مثل سعيد وسعيدة كانت البطولة الأساسية لفخرية وصالح كاسمين للعمل يعني ولكن أيضا ما هي بطولة مطلقة لكنها تدور حواليهم. فإحنا في عمان عندنا بطولة مطلقة نادرا تحصل عمل تكتب كبطولة مطلقة نادرا. هل تحس أن الكتاب يعني ما يريدوا حد يزعل منهم عشان كذا؟ والله ما أعرف لكن كذا من المفروض يكون يعني حتى الحين في الدول الأخرى يطالبوا أن تكون مثل باب الحارة مثل الأعمال الدرامية السورية وهذا هي بطولة جماعية. أما بأن أني أنا كنت أخذ أدوار ثانوية أعوذ بالله من كلمة أنا أول شيء أني أخذ أدوار ثانوية هذه لا يعني قولي سنيد يعني مش دور ثانوي. دور ثانوي يعني شوي فوق الكومبارس لكن مشارك يعني للبطولة لا يعني ايوه سنيد يسمونهم. ممكن يعني عندك في رحلة المندوز كانت بطولة جماعية أمينة سعود الله يرحمه خليفة عثمان وعبد السلام وصالح القاسمي كان هالأسماء يعني الأساس تدور عليهم والأغلب اللي كان يدور على 4 فقط اللي هم سعود وصالح أيمن سلم عليه عادي مو مشكلة على أخو أنيسة زين 4 هذا عندك أبو منازل أيضا من الأدوار المحركة ما اعتبره بطولة اللي هو مسعود لأنه كان يحرك أيضا خط معين. عندك في منتصف الطريق اللي كان يلف في الدنيا كلها عفس المسلسل فوق وتحت خلينا نقول عفس العائلة هذه كلها فوق وتحت مو فوق يعني في فوقية معفوسة اللي هي شخصية سيف اللي أداها عبد السلام. أما إنه نعم في البداية كنت لا والله حتى في البداية ما خليتني أنا أول بدايتي هنا كان في شعر ديوان العرب الجزء الثاني كانت كل حلقة منفصلة وايضا كنت سنيد لبطل يعني وبعدين ممكن يمكن انا ما اصلح اني اكون بطوله مطلقه وهذا لهم الراي يعني. عبد السلام التميمي سؤال اخير كيف ترى المسرح العماني اليوم؟
بعد ما يروح المسحراتي ولا قبل لا يروح المسحراتي؟ لاني ما سمعت الان. المسرح العماني اسال الله انه يكون بخير. اسال الله انه يكون بخير. يا الله الله يقومه بالسلامه ان شاء الله. الله يقومه بالسلامه ويشافيه ويعافيه، رغم ان كل الامكانيات صراحه في فتره من فترات وجدت امكانيات المسرح حتى قبل عام 2011، وبامانه يعني بجهد لا ينكر للدكتور خالد عبد الرحيم اللي عمل لما كان هو مدير انتاج، عمل برامج اللي هي اسمها مثل مسرحيات كان، وبعدين سموها براويز الاولي مسرحيات، بعدين سموها براويز الجزء الثاني. هذا كان من المفروض المسرحيين يستغلوه استغلال كبير، لكن عندنا يعني حضرتك عم تحكي عن امكانيات، والممثلين ضمن مجال المسرح كان عندهم عتب، لا خشبه موجوده، لا ديكور موجود، لا استاذتي. انا بقول لك شغله واحده، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا مسرحيه اسمها اماني الوزة عام 96، طلعنا قدمنا المسرحيه في جمعيه المراه العمانيه هنا، طبعا الستيج مالهم معروف، المسرح الخشبه مالتهم معروفه. الجمهور في بدايه الايام كان اوكي، بعدين بدا ينزل لدرجه انه في يوم من الايام كنا نعرض، ومن انتاج خاص هو طبعا مو من انتاج حكومي، في يوم من الايام عرضنا لشخصين فقط عرضنا. بس بجمعيه المراه العمانيه المسرح منه مؤهل يعني. بكمل لك الله يطول بعمرك. بعدين رحنا وين؟ انا عارف ايش تبين تسكرين. زين بعدين رحنا صلاله. صلاله ما كان فيها خشبه مسرح. جاءوا مجموعه من الشباب الطيبين من هنا، اخذناهم معنا، خريجين كليه تقنيه، كليه صناعيه ذيك الايام اسمها. عملنا خشبه مسرح من ارض فاضيه. والله ادينا فيها كانك على بالعكس، بكواليسها، بغرف استراحه للنجوم، بغرف استراحه للممثلين، بكل عملناه خلال 24 ساعه جهود بعد الله سبحانه وتعالى، جهود الشباب تعاملت هذه درجه ان حتى التوصيلات الكهربائيه فيها مره ضربت قبل العرض، قبل العرض بنص ساعه ضربت وانقفلت الكهرباء كامله، والشباب ما قصروا ورجعوا. عملية والله اني التمس الاعذار، لا خشبة مسرح، لا هذا ولا هذا، هذه خليها على جهة الله يطول بعمرك. ما في خشبة. يكمن الخلل؟ اين يكمن الخلل؟ الخلل فينا احنا. كفاءاتنا؟ لا لا، الخلل فينا احنا. الخلل فينا احنا. ما اقول مثلا كمشتغلين في هذا الوسط. لا. احنا كم فرقة مسرحية عندنا في عمان؟ خلينا نقول 20؟ وما هو 20، بس خلينا نقول 20. هل 20 هذيلا ثلاث فرق متفقين مع بعض؟ ابدا. يبدو هذا الموضوع ما بينتهي استاذ عبد السلام، يبدو انه ما بينتهي. هذا له تكمله، مسلسل طويل. الوقت عم بداهمنا مثل العاده، خلونا نروح عند زميلنا سليمان ونرجع من بعدها. اكيد ما نشكرك اليوم لحضورك معنا، ونقول لك رمضان مبارك عليك، ونتمنى لك التوفيق يا رب، ويا ربنا يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيكم. انا تشرفت بتواجدي معاكم صراحه اكثر، ونشفت وريجي. الله يطول بعمركم ان شاء الله. الحين بنجيب لك عصير ليمون. الله يعافيك ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، لكن قبل الختام ننتقل للزميل سليمان. عودة أخيرة لكم متابعينا الأعزاء اللي موجودين معنا ومتابعينا، مثل ما قلنا لكم في وقفة لرسائلنا اللي تصلنا، لرسائلكم اللي تصلنا على رقم الواتساب بشارة علي الكاسبي. تسلمي على رسالتك وتقول انها تريد تكون صديقة دائمة للقناة والبرنامج، انت بكل تأكيد مرحب فيك. رسالة اخرى قبل ما تفتح الرسالة، اطلب ما تتمنى، انا اللي اتمنى متابعتكم لنا. تسلم. اخر اربعة ارقام 20 4 7. تسلم. رسالة اخرى، مساءكم ورد من أمورة ظفار، شكرا لك. احاول اقرا اكثر التهاني اللي وصلتنا. أسعد عبد الرحمن، شكرا. هنا أيضا رسالة، رمضان مدرسة صبر وتربية والتزام للإقلاع عن العادات السيئة.
رسالة خاصة وتحية خاصة لفناننا اللي موجود عبد السلام التميمي، أيضا جمهورك متابع عنك ويرسل لك التحايا. رسائل كثيرة تصلنا. عيسى السعيدي شكرا، سلامي لأحلى قناة، لآخر 4 أرقام 3308. أمانة رسائل كثيرة تصلنا، لكن نحاول إن شاء الله خلال الأيام القادمة أن نقرأهن، عدد رسائل جدا كثير. الحين أنا أودعكم على أمل إن شاء الله أن نلتقي في ليلة أخرى من ليالي مجان 3 من جراند مول وعلى قناتكم مجان الفضائية. كالعادة الأوقات الحلوة تمضي بسرعة، لكن إحنا متواجدين طيلة شهر رمضان وإن شاء الله نعطي المفيد والجديد. إحنا وصلنا لختام برنامجنا، ونأمل على أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج ليالي مجان على نفس الموعد من نفس المكان مسقط جراند مول. أحب أودعكم هيام الجابرية، والكلمة الأخيرة لزميلتي لور جسار. شكرا لك هيام، أكيد شكر الكبير أيضا لك اللي تابعونا الليلة من ليالي مجان بها الحلقة المميزة اللي كان فيها ضيوف مثل كل يوم مميزين. بدي أشكر كمان زميلنا سليمان والإضاءة والتصوير حتى ما يزعل حدا منا، مساعد المخرج والمخرج بدر المعشري اللي كان لحظة بلحظة متابع معنا الحلقة من بدايتها لنهايتها. بدي أقول لهم يعطيهم العافية شباب، أنا بودعكم على أمل اللقاء فيكم بنفس الموعد. بدي أشكر أيضا اليوم بختام الحلقة الملابس من محلات عباية، واليوم العباية من لبنان بعتوا لي إياها، مشكورين. أيضا المكياج من أنا والنوس، شكرا لك أنا ويعطيكم ألف ألف عافية. إلى اللقاء بالغد، باي باي.